طيب، هل الجروب قدر ان هو يوفر قبل كده فرصه مثلا لشغل او فرصه لدراسه لحد من البنات؟ انا هفضل اقول لك البنات عشان انت عجبتك الكلمه، مهما بنكبر احنا بنات. احنا البنات طبعا. بصي، ما عملتش يعني ما يمكن عشان انا مش شاطره قوي في موضوع التعليم، مش بيغريني. بس هقول لك انا عملت ايه. انا خليت الاسبوع ده عباره عن جدول. اوكي. يعني احنا يوم الاحد يا جماعه ده الميعاد اللي بنعمل فيه دعايات لكل برامجنا. يوم الاثنين اي حد بيحب يعمل الحاجات بتاعه اللايف كوتشنج، البيرنت كوتشنج، الحاجات بتاعه الكوتشنج دي من حقه يعمل الدعايات اللي هو عايزها. التلات، انت بتحبي تكتبي او بتحبي شعر او بتعملي مناقشات ثقافيه، تقدري تنزلي كل الحاجات اللي بتعمليها، خواطر، كل الحاجات دي. الاربع كان عندنا فقره كده، واحده من العضوات بتحب قوي 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 توفق راسين في الحلال. قلت لها يا بنتي دي هتجيب لك مشاكل. أيوة وجد طبعا. قالت لي انا بحب الموضوع ده. وحقيقي اللي عنده بنت او اللي عنده ولد وعايز يجوزهم بيتواصلوا معاها، يعني هي بس بتقول، ويتواصلوا معاها برايه خالص وتقعدهم مع بعض، ولو حصل نصيب ترجع تقول لي ده فلان وفلانه اتجوزوا من خلال الجروب او اتخطبوا او الى اخره. والخميس خليناه البحث عن وظيفه او موظف. الاول كنا عاملينها ستات بس، يعني انا النهارده شركه وعايزه موظفين، فدي اوكي ما فيهاش ستات ورجاله، او حد سايب شغله وعايز يشتغل فبيدور على وظيفه معينه. وبعدين بعد كورونا ناس كتير قوي اجوازتها قعدت في البيت طبعا، فابتدت الستات تبعت لي وان تو وان، هو انا ينفع اشوف شغل لجوزي؟ قلت لها ليه لا، هي ليه لا، يعني الست بتفضل هي اللي على الجروب وهي بتحاول تجيب وهي بتحط شغل بقى لابنها او لجوزها او السي في بتاعت جوزها، هو مواصفاته كذا، اشتغل في كذا، فممكن يشتغل في كذا، وبقى ده السكادجول بتاعنا. فاحنا على طول في حاجه عندنا بتتعمل كل يوم في الاسبوع، كل يوم في الاسبوع عشان نشغل الاسبوع. اكتشفت ان الناس بتحب قوي تتعرف وتخرج، مش بقى الوحده او الناس وحيده، حتى الناس المتجوزه مخلفه هي ناس عايزه تتعرف على ناس جديده. كنت لسه هسالك، هل بيبقى بعد ما هم بيتكلموا مع بعض على الجروب فعلا بيقابلوا بعض في الحياه الحقيقيه؟ بيقابلوا بعض في الحياه الحقيقيه. انا دايما بقول يا جماعه انا مش جروب خروجات بس، ومش جروب رحلات بس، بتصادف بقى رمضان بنفطر، بنعمل فطار مش في رمضان اللي هو بريكفاست الصبح عادي، بتتجمع فيه ستات حقيقي اقل مره بنبقى يمكن من 80 ل 100 فرد. في ناس اوريدي بتبتدي ريليشن وتكمل صحاب وتبتدي تشوفيهم. جيت بعد فتره علشان انا ادمن الجروب لوحدي، مش عارفه اجيب حد معايا. دايما بقول ايه، انا فيا حته بقرا ما بين السطور، مش عايزه اسيب حاجه لغلطه تكلفني المساحه الامنه اللي دايما الناس بتقول لي عليها. صح. فدايما بقى انا براجع بوست بوست، انا براجع حد داخل الجروب، اللي داخل الجروب. انا عامه مش ببقى قلقانه انه راجل يدخل الجروب، لانه انا مش جروب مغري بالنسبه للرجاله، ما عنديش نكت، ما عنديش تهريج، انا الحياه كلها تجارب، فيعني مش هو ده اللي هيعمل اغراء. بس دايما ببقى عايزه الستات زي بعض، يعني دايما اقول لهم ايه يا جماعه احنا عايزين نعمل اضافه للناس، بس دايما ننقي الناس اللي زينا. صح. هيتكلم، انتوا هتتكلموا قدامهم وانتوا مستريحين.